بكم. الجوع من أجل الصحة، عنوان كتاب للأمريكي ماك فادون. توصلت نتائجه إلى أن الصيام يخلص الجسم من السموم ويمنحه نشاطاً وقوة. وللتمتع بصحة جيدة، ينصح فادون بالصيام لمدة 3 أو 4 أسابيع. الصوم علاج فعال لمواجهة أمراض مختلفة. فوائده العديدة أدت إلى ظهور العلاج بالصوم الطبي، إحدى طرق الطب البديل الحديثة. لنفهم فوائد الصيام، يجب أن نفهم ما الذي يحدث بأجسامنا خلال ساعات الصيام. هناك أعضاء تنقص وتيرة نشاطها وأخرى تتضعف. يقل عمل ونشاط الجهاز الهضمي بشكل كبير، حيث تقل حركة المعدة والأمعاء. يعتمد نشاط القلب على ضغط الدم وحجمه، وبما أن الدم مكون من الماء، فإن حجمه يقل أثناء الصيام، فيؤثر على القلب. وعكس ذلك، فالكبد والكلى يزداد العبء عليهما أثناء الصيام. فالكبد يوفر مصادر الطاقة للجسم في ظل عدم تزود الجسم بها، أما الكلى فتعمل على ضبط مستوى الماء الذي تنقص كميته أثناء الصوم. وتتغير مكونات الدم خلال فترة الصيام، فتتغير نسب الجلوكوز، الكوليسترول، الدهون الثلاثية والأحماض. من فوائد الصيام أنه يمنح راحة للجهاز الهضمي، فانعدام الطعام يحد من الإفرازات الحمضية، فيستفيد الغشاء المخاطي للمعدة من فترة راحة، مما يساعد في التئام الجروح الصغيرة في المعدة. يخفف الصيام من الجهد الذي يبذله البنكرياس خلال عمليات الهضم، مما يساهم في علاج أمراض مثل التهابات البنكرياس الحادة. اكتشف عالم التغذية الأمريكي أندريا وايلر أن الصيام يحدث تجديداً 10% من خلايا الجسم خلال العشر الأوائل من شهر رمضان، ويحدث تجديداً بنسبة 66% من خلايا الجسم في العشر الأواخر. يساعد الصيام على حرق الدهون المخزنة بالجسم وعلى تقوية مناعة الجسم. يشجع الصيام للتغلب على أمراض عديدة كعلاج اضطرابات الأمعاء المزمنة وتقرحات المعدة وأمراض التهابات الكلى وزيادة الوزن وأمراض القلب والحساسية. يساعد الصائم للحد من مشاكل الإدمان الذي يسببه النيكوتين والكافيين، ويكون شهر رمضان فرصة لمن يريد الإقلاع عن التدخين. ينصح الأطباء بعض المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كارتفاع نسبة الكوليسترول أو السكري بالصيام، لما له من نتائج إيجابية في تحسن صحتهم. الدكتور ستيفن بايلي، الخبير في الصوم العلاجي، لاحظ تطورات في صحة المرضى من خلال حمية الصوم، حيث لاحظ تحسناً في حالة المرضى الذين يعانون من التهابات المفاصل والجلد، ارتفاع ضغط الدم، التهاب البروستات، السكري وغيرها من الأمراض التي يساعد الصيام على التخفيف من حدتها أو الشفاء منها كلياً. الصيام الطبي ينصح للجميع، حتى لمن لم يكن مريضاً، لما له من نتائج صحية متعددة على مختلف أعضاء الجسم. فلمن لم يحصل على هذه النتائج، فأنت تقوم حتماً بأخطاء في طريقة الانتظام بنمط غذائي صحي عند الإفطار أو عند السحور. صحة فطوركم وتبقى صحتكم بخير.